وضع العمل الأول في أنسجة الفم. السلام عليكم ورحمة الله. وكما أخذنا في المحاضرة على التوث ديفلوبمنت، اليوم نأخذ إن شاء الله الشرائح الخاصة بالتوث ديفلوبمنت فيرست براكتيكال إن أورال هيستولوجي. أول سلايد هيوضح عندنا تركيب السن العام اللي نعرفه كنا كراون روت. In the crown, we have the enamel covering the dentine, and we have the pulp, which is present partially in the crown and extending into the root. In the root, we have an extension of the dentine, استمراريه الدنتين, root dentine, covered by the cementum, and we have the periodontal ligament, اللي موجودة ما بين السمنتم والالفيلر بون. والفايبرز اوف ذا بيريدنتال ليجامنت هي اللي تربط ما بين الالفيلر بون والسمنتم تو فيكس ذا توث ان اتس بوزيشن. هنشوف في اول سلايد هو الستيج الاول اللي نقول عليه المورفولوجيكال ستيج، الستيج اللي يبين عندنا البد اوف ذا توث. كما ذكرنا هذا المربع اللي موجود امامكم يمثل عندنا الأجزاء اللي ذكرناها في البادي ستيج، وهي الأورال إبثيليوم، هذا الأورال إبثيليوم، والدنتال لامينا اللي مرتبطة بالأورال إبثيليوم، وهذا الإكستنشن من الدنتال لامينا إلى الأسفل هو البد أوف ذا توث، المحاط به من الخارج هذا التوث بد هو كوندنسيشن تراكم لإكتوميزينكايمال سيلز. إكتوميزينكايمال سيلز يعني كل تركيزنا في هذا السلايد على الشيء الموجود داخل المربع، واللي راح نشوف إلى صورة أخرى بالتخطيط نشوف هذه كل وحدة من ذول التأشيرات موجودة على جهة اليمين ماذا تعني. هذا هو الأورال إبثيليوم اللي جاي من الإكتوديرم، وهذه هي البي الدنتال لامينا، وهنا عندنا الكوندنسيشن اوف ذا الاف الكوندنسيشن اوف ذا اكتوميزين كامل سيلز، وهنا عندنا الدي كمان شوف تمثل عندنا تمثل عندنا هاي التاشيره تمثل عندنا التوث بات التوث بات الى الخارج هذا الديفلوبينج بون. يعني نرجع الى هذا السلايد، شوف هذا المربع ركز عليه، هذا هو الدنتال لامينا اللي مرتبطه مع الاورال ابيثيليوم، وهنا عندنا الاكستنشن من الدنتال لامينا هو التوث بات. اذا هذا هو شكل البد ستيج، وهي من المراحل الاولى في التوث ديفلوبمنت بعد الانيشيشن. نجي الى السلايد الآخر رقم 3 الكاب ستيج. في الكاب ستيج كما ذكرنا في الملاحظة حيصير عندنا ان ايكوال جروث، نمو غير متوازن، اللي في الأطراف حيصير أكثر من اللي في الوسط، ولهذا هذا نتحدث عن الإنامل أورجن، والإنامل أورجن هو الإكستنشن من الدنتال لامينا. كان في السلايد الأول لو نشوف كان على شكل بد، الآن في الكاب ستيج أخذ شكل الكاب. هنا بدأ الإنامل أورجن بدأ يكبر، وهذا يكون نتيجة لتراكم أو ازدياد عدد الخلايا نتيجة للميتوزيس الانقسام الثنائي. وجود الإكتوميزين كامل سيلز هو نفس المكان، لكن في الوسط هنا حصل عندنا تمييز إلى توزيع الإكتوميزين كامل سيلز اللي كانت في الوسط، وفي الدبريشن في هذا الانبعاج في هذا الانخفاض راح تسمى الان تسمى شنو الدنتال بابيلا، الدنتال بابيلا واللي موجوده الى الخارج تسمى الدنتال ساك او الدنتال فوليكل. طبعا من الدنتال بابيلا كما ذكرنا حينشا الدنتين والبلب، ومن الدنتال ساك او الدنتال فوليكل اكتوميزين كانال سيلز حينشا عندنا السمنتم والبيريدنتال ليجمنت والالفيلر بون. في هذه المرحلة ممكن نشوف ديماركيشن تمييز إلى اللايرز اللي حتكون في الإنامل أورجان، ومتمثلة بالأوتر إنامل إبثيليوم والستيليت ريتيكولوم، لكنه حتكون أكثر وضوحا في الستيج اللي بعده. هنا هذا
نفس الكاب ستيج، وهذه الصورة أيضا شفناها إحنا في المحاضرة. وإذا نتذكر كان عندنا مصطلح اسمه توث جيرم، والذي يعني الإنامل أورجان، هذا اللي ماخذ الآن لون الأخضر، والدنتال بابيلا والدنتال فوليكل، ذول الثلاثة مع بعض يسمون التوث جيرم. ونفس الترتيب هنا طبعا سكشن طبيعي غير تخطيطي، شوف هاي كل هاي النقاط السوداء تمثل عندنا الإكتوميزين كامل سيلز اللي موجودة هنا داخل الدائرة تمثل الدنتال بابيلا، واللي موجودة خارج الدائرة وتحيط بالإنامل أورجان هذه كلها تسمى الدنتال فوليكل أو الدنتال ساك. نجي الآن هذه مقارنة ما بين البد والكاب ستيج، مقارنة لطيفة ما بين الكاب والبد ستيج. نشوف شكل الإنامل أورجان على شكل بد في البد ستيج، لكن يكون على شكل كاب في الكاب ستيج، لكن التمييز بدأ يظهر عندنا في الكاب ستيج أكثر من البد ستيج. الدنتال لامينا، هذه هي الدنتال لامينا، وهذا هو الأورال إبيثيليوم. ننتقل إلى الستيج الآخر من التوث ديفلوبمنت، وهو الإيليبل ستيج. في الإيليبل ستيج حيصير عندنا مور انفاجينيشن تو ذا ديبريشن، بحيث يعطينا الإنامل أورجان شكل البيل. في الوسط هذه نفس الدنتال بابيلا توسعت واندفعت باتجاه الإنامل أورجان، وهذا الستيج اوف توث ديفلوبمنت يسمى الإيليبل ستيج. الإيليبل ستيج الذي يتميز بالأشياء الآتية كما ذكرت لكم في الباوربوينتس اللي بعثتها مع ممثل المرحلة. أول شيء نلاحظه أنه حيصير عندنا لينجوال اكستنشن من الأوريجينال دنتال لامينا باسم السكسيشنال لامينا اللي ماخذ المؤشر الأسود، السهم الأسود. هذه اللي يتكون من عندها السكندري توث. إذن السكندري توث لا زال في البدايات الأولى كسكسيشنال لامينا، لكن الديسيديوس توث وصل إلى مرحلة الإيليبل ستيج. الشيء الآخر في وسط هذا الإنامل أورجان نلاحظ خلايا، هذه النقاط السوداء هي عبارة عن خلايا، تمثل هذه الخلايا هي الاستيليت توكلم، لأنه صار عندنا تجمع كبير إلى السوائل إلى الماء في داخل الإنامل أورجان حتى يكبر في الحجم. وهنا صار اللايرينج، الطبقات الخاصة بالإنامل أورجان إلى الخارج، يوجد عندنا الأوتر إنامل إبثيليوم، وتلتقي عند السيرفايكل لوب، هذه هي السيرفايكل لوب مع الإنر إنامل إبثيليوم التي تواجه الدنتال بابيلا. وطبعا هذه السليت ريتوكرام في الوسط، وهنا هذه عندنا الطبقة، هذه تمثل عندنا الستراتم انترميديوم، ستراتم انترميديوم. إذن يوجد عندنا أربعة طبقات في الإنامل أورجان في الإيليبل ستيج: الأوتر إنامل إبيثيليوم، هذه ستيليت ريتوكولم، ستراتم انترميديوم، والإنر إنامل إبيثيليوم. طبعا هذه الإنر إنامل إبيثيليوم هي اللي في المستقبل حتكون الإنامل أو تكون الأميلوبلاس أو الإنامل فورمينج سيل. أما الإكتوميزين كامل سيلز المجاورة للإنر إنامل إبيثيليوم في هذا المكان تحديداً، هذه جزء من هذه الإكتوميزين كامل سيلز أو دنتال بابيلا حيتحول يصير عندنا شنو؟ أدونتوبلاس تو ستار ديبوزيشن أوف ذا دنتين. طبعاً الملاحظة الأخرى هنا نشوف، هنا الملاحظة الأخرى في الإيليبل ستيج إنه حيصير عندنا أيضاً separation of the enamel organ from the الأورال إبثيليوم، هذا هو الأورال إبثيليوم، وما تبقى من الدنتال لامينا اللي حيصير فيها قطع، وهي اللي كانت رابطة الإنامل أورجن مع الأورال إبثيليوم. ما تبقى من الدنتال لامينا حيتجمع في الجو على شكل الإبثيليال ريستل أوف سيريس، تجمع خلايا موجودة هنا في هذا المكان. نفس اللايرينج، هذه الإنر إنامل إبثيليوم، هذه الدنتال بابيلا إكتوميزين كامل سيلز، هنا الأوتر سايد بالدنتال فوليكل أو الدنتال ساك إكتوميزين كامل سيلز، وهنا ستيليت ريتوكولم، وهنا ستراتم إنترميديوم، شوف محاذية جدا وملاصقة إلى
الانر الام الابثيليوم، هو طبعا هذه الستراتم انترفيديوم كما ذكرنا في المحاضره هي اللي حتساعد في عمليه الكالسيفيكيشن اوف ذا انامل. كما تعرفون الانامل از ذا هاردست ستراكشر ان ذا بودي، تصل فيه الانورجانيك ماتيريال يعني صلابته هي الاكثر في الجسم، ونسبه الكالسيوم والفوسفيت ايونز التي تعطيه هذه الصلابه تصل الى 96%، واللي يساعد في ايصال هذه النسبه 96% هي الستراتم انترميديوم. نشوف السلايد الاخر، هنا مقارنه ما بين الايليبل ستيج والليتبل ستيج. شنو اللي صار في الايليبل ستيج؟ قسم من الاكتوميزين كامل سيز اوف ذا دنتال بابيلا الملاصقه للانر انامل ابثيليوم، هذه الانر انامل ابثيليوم تبدا في الديفرنشيشن التمايز الى ان تكون يو ادونتوبلاست، وتبدا في الديبوزيشن اوف ذا دنتين. هذا شوف الدنتين هنا في هذا المكان، وانس ذا الدنتين از ديبوزيتد حيصير عندنا changing أو transformation of the stage of tooth development from the early bell stage إلى late bell stage. إلى late bell stage. الملاحظة الأخرى نتيجة لـ deposition of the enamel حنشوف أيضا deposition of the deposition of the dentine by the odontoblast، حنشوف أيضا deposition of the enamel by the amyloblast، لأنه هي عملية متعاقبة، وهذا يعني أنه حيصير عندنا الـ beginning of the crown formation. وكما ذكرنا في المحاضرة هذه الـ crown formation أو الـ heart tissue of the crown يأخذ occluso cervical direction، يعني يبدأ في الـ occlusal part وينتهي عند الـ cervical part. وكما تعرفون من الـ dental anatomy الـ cervical part of the tooth هو اللي في المستقبل حيسمى الـ cemento enamel junction. نشوف صورة أخرى، هذه للـ early-level stage حتى نوضح اللايرز اللي موجوده في الانامل اورجان، اوتر انامل ابثيليوم وبعضهم يسميها اوتر دنتال ابثيليوم، وخاصه هذا التين كيتس الاورال هيستولوجي اللي عندكم في التعليم المجاني، وبعدين السيلر تيوتوكلم شايفين خلايا بيناتها سبيسز كبيره جدا، وبعدين ستراتم انترميديوم، وبعدين انر انامل ابثيليوم اللي حتتحول ويحصل لها ديفرنشيشن او تمايز حتى تكون هي الفيوتشر أميروبلاس أو الإنامل فورمينج سيل. والشرح هذا اللي أمامكم يوضح أيضا شيء على الفانكشن أوف ستراتم إنترميديوم، وهذه تتميز بهاي ألكالين فوسفيتيز أكتيفيتي كما هو مؤشر بأندرلاينج لاينز على الكلمة ألكالين فوسفيتيز أكتيفيتي، وهذا الألكالين فوسفيتيز هو حالة مطلوبة لكل الهاردنينج، لكل الكالسيفيكيشن اللي يحصل في الهارد تيشوز ان ذا بودي الاربعه في جسمنا. عندنا بون، عندنا انامل، عندنا دنتين، وعندنا سيمنتوم. هذول الهارد تيشوز يحتاجون الالكالين فوسفيتيز اكتيفيتي، والستراتم انترميديوم في حاله الانامل هي اللي حتعطي الاميلوبلاست هذه الخاصيه حتى تساعد في عمليه الكالسيفيكيشن اوف ذا انامل. نشوف الصوره الاخرى، هذه صورة مراجعة سريعة للستيجز اوف ذا تول ديفلوبمنت. هنا عندنا الباد ستيج هذا، وهذا الكاب ستيج، وهنا عندنا الايرلي بال ستيج، وهذه الليت بال ستيج. وشكرا جزيلا.